هنتكلم في هذا الفيديو عن مجموعة البرامج اللي هتحتاج تثبتها على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب عشان تبتدي تكتب كود للأيونيك. إيه هي البرامج اللي هتحتاجها؟ أولا الكروم. أنا ما عنديش مشكلة إنك أنت تستخدم أي متصفح زي الكروم أو الإيدج أو الفايرفوكس، أي متصفح ما فيهوش مشكلة، لكن أنا شخصيا بفضل الكروم. تاني حاجة الجي دي كي أو الجافا ديفلوبمنت كيت. تالت حاجة النود جي اس. النود جي اس بيعتبر همزة الوصل ما بين نافذة توجيه الأوامر والأيونيك والكوردوفا. يعني باختصار لو النود جي اس مش موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعك وابديتد، هيبقى فيه مشكلة في انك توجه اوامر للويندوز اوبريتنج سيستم من خلال نافذة توجيه الاوامر زي الكوماند برومت او الباور شيل. الجيت هو نافذة لتوجيه الاوامر ايضا زيها زي الباور شيل والكوماند برومت. الفرق ان انت دي لازم تنزلها من الموقع الرسمي لجيت، بعكس الباور شيل والكوماند برومت بيبقوا موجودين بالفعل داخل الويندوز. بطبيعة الحال طبعا هتنزل الايونيك والكوردوفا والتايب سكريبت، وهتنزل الاندرويد اس دي كي، ودي اللي فيها الحزم او الليفلز بتاعت الاندرويد اللي هتشتغل عليها. يعني مثلا لو انت عاوز تشتغل من اول اندرويد كيت كات لحد اندرويد نوجا مثلا، فلازم على الاقل يبقى عندك حزمتين، حزمة الكيت كات اللي هي 4.4 وحزمة الاندرويد 7.01 او 7.11. بعد كده هتنزل المحاكي الشهير او الاميوليتور الشهير اللي اسمه جيني موشن، وده اللي هتعمل راننج للتطبيق بتاعك عليه قبل ما تجربه على جهاز حقيقي. اخر حاجة الفيجوال ستوديو، وده الكود اديتور. والكود اديتور ده فيه ميزة ان هو فيه انتليجنس او بيلت ان انتليجنس، يعني بيساعدك على استكمال الكود بان هو وانت بتكتب الكود بيديك اقتراحات عشان تستكمل الكود، لان زي ما انتوا عارفين مفيش في البرمجة حفظ. انت وانت بتكتب هو بيديك اقتراحات، وانت من فهمك للموضوع بتبتدي تختار الاقتراح المناسب. كل الكلام ده طبعا كلام نظري، هنشوفه عملي في الفيديوهات القادمة بإذن الله.